مع الأسف باش نبدأ هذه الرياضة اضطريت أن نمشي لدولة أجنبية هي الإمارات اللي كيخلينا الإمارات من أول دولة تنقص فيهم في العالم هو الجو كيساعدهم أنه دائما السماء زرقاء والشمس على طول السنة على طول السنة فبديت ما كمدرب ديال السوفلوغي اللي هي إندور سكاي دايفينغ كان واحد الماشين فيها بحال تشينال فيها جوج ديال المطر الفوق يخلي الريح لداخل فكنت كنعلم الناس كيفاش يطيروا في داك التيونيل ويتعلموا كيفاش كنشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي دابا اللي كنشوفوا بزاف بزاف ناس كيديروه فكنت كنعلم الناس كيفاش يطيروا في التيونيل قبل ما ينقزوا فكان عندي ان طان وانا كنت كنتعلم دغيا بالزربه سكيفي لكن الوغ نتايا مشيتي سبيسيالمون باش تمشي باش بديتي مع فريق اي فلاي دبي ولكن مشيتي سبيسيالمون باش تبدا معاهم يعني بديتي هنا في المغرب ولا كنتي عمر كيما درت مع درتي باراشوتيزم حتى شي خبره في هذا الشيء بديت ان كور اللي كيتسمى اف اي تي بي اللي هو شهر ديال لونترينمون بحال ميليتير تراكسيون الجرا باش تولي مدرب باش كيعلموا كيفاش تخلي الناس سيكوريزي فوسط التونيل فمن بعد ما كنعلم الناس بزاف قالوا لي عندك ان طالون ديال الطياره علاش ما تديش للسماء وتما بدات الفكره اني نبدا نقز من السماء بديت الكور ديالي ومن بعدها بسنه انضميت للفريق تاع سكاي دايف دبي اللي هو المولى هو ولي العهد تاع دبي واللي كيعتبر من احسن لي كلوب في العالم بحال قلتي برشلونه ولا ريال مدريد ديال النقاز نعم داكور كيطير في صغره كنت كنطير هاد الرياضه مكلفه جو بونس ماشي في الاستطاعه ديال الجميع انه يديرها مكلفه بزاف داكشي اللي كيخلي بان بزاف ديال الناس ما كيبداو حتى كيوصلوا 24 25 عام تكون عندهم واحد الخدمه اللي عندهم واحد المدخول شهري باش يقدروا يديروا هاد الهوايه هادي فمشيت لتما لا ميم شوز كنت كنخدم بالليل وبالنهار باش نمشي للويكاند نقز من الطياره فكنت كنبدا نهار كنسير خدمه مع 12 د الليل كنوصل للدار مع 2 د الليل 4 د الصباح كتلقاني فاق وغادي في الطريق للكلوب باش نبدا تنقز داكور كيف ما قلتي انا في الكواليس خديت عندو شويه ديال المعلومات قريتي الماناجمنت واش في دبي قريتي ولا خدمتي في الدومين ديالك ولا خدمتي كلشي خدمت كلشي ملي مشيت لتما سبيسيون باش ندير هذا كان الحلم ديالي والهدف ديالي هو نولي كنعلم الناس كيفاش يطيروا وموراها جات تنقاز والحمد لله دابا 12 عام عندي ما يفوق 11000 تنقيزه في العالم كامل من طائرات مختلفه بالليل وبالنهار شاركت حتى 8 لي ريكورد دو موند قفزت فوق ما نقط مهمه في الكره الارضيه من ادنى نقطه في العالم اللي جات فوق البحر الميت بين الحدود الاردن وفلسطين لاعلى نقطه في العالم اللي هي جبل ايفرست في الهيمالايا